وثمن رئيس مجلس النواب سعي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحثيث للعمل على إنهاء مأساة ومعاناة الأشقاء الفلسطينيين، فضلا عن مساعيه لتحقيق الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة وإنفاذ التهدئة قبل شهر رمضان. ما زال سعي القيادة السياسية المصرية الحثيث متواصلا للعمل على إنهاء مأساة ومعاناة أشقائنا الفلسطينيين، ونحن في هذا المقام نثمن مجددا جهود فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ومساعيه لتحقيق الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة وإنفاذ التهدئة قبل شهر رمضان، وذلك للحد من الأزمة، فضلا عن الاستمرار في تقديم وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع. ونحن إذ نشيد بالدور المصري في هذا الشأن، نناشد المجتمع الدولي التحرك الحقيقي والسريع من أجل الفلسطينيين العزل الأبرياء،